بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيسها رشاد الغنوشي. نحكيه في الموضوع تدسويت. أنفو وانتوكس. ضيفنا في المباشر الأستاذ المحامي سيد مختار الجماعي. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، كل التحية لك ولمستمعيك الكرام. شكرا لفضلك، مرحبا بك. بطاقة إيداع بالسجن، ظهر أول حكم في القضية هذا يصدر؟ لا أبدا، هذا ليس بحكم. نحن نتمنى أنه الدوائر القضائية تنتصب وتولد حاكم وتكون العلنية وتشهد المحاكمة الشعب التونسي ويتبعها الصحفيين، وندين من يستحق الإدانة ونبرر من يستحق البراءة. الغنوشي اليوم تصدر في حقه ثالث بطاقة إيداع من طرف قاضي التحقيق للتذكير. أول بطاقة صدرت عن قاضي التحقيق بابتدائية تونس، من قاضي التحقيق في ابتدائية تونس القضية المعروفة بالمسامرة، أصدرها قاضي التحقيق قبل أن يقع التجريح فيه وقبل أن يتحول إلى منصب وكيل جمهورية بمحكمة تونس الابتدائية مؤخرا، كل التهاني له. البطاقة الثانية أصدرها قاضي سوسة 2 في ملف ما يعرف ملف أنسرينجو، رد كرد فعل على عدم حضور الأستاذ الغنوشي أمامه. اليوم ثالث بطاقة تصدر عن قاضي التحقيق ضد رشد الغنوشي. أنا أتحدث عن أنه أول حكم في قضية الجهاز السري لحركة النهضة. لا أبدا، هي مش أحكام سيدتي، هي أعمال تحضيرية، هي بطاقات قضائية تبقى لقاضي التحقيق سلطة إصدارها أو عدم إصدارها، في انتظار إصدار الحكم النهائي. لم يصدر في انتظار، قلتك في انتظار. الغنوشي لم يسمع فيها أصلا، ما حضرش، فعلا مقاطع الجلسات، هو متفقين فيه هكا ولا بالطبيعة حتى جلسات الجهاز السري؟ مش كان جاء القضية متاع التآمر على من الدولة؟ يا سيدتي علاش تصر لي هي جلسة؟ هذا لو تحقيق، لا مش مرحلة المحاكمة. اي تحقيق، لم يحضر في التحقيق حسب ما فهمت منك. طبعا لم يحضر في التحقيق، هو مقاطع كل التحقيقات. سألتك هل هو مقاطع التحقيقات فقط في قضية التآمر على أمن الدولة ولا في كل القضايا اللي منشورة معناتها؟ شوف، هو موقف الأستاذ الغنوشي كان واضحا مقاطعة جميع الاستدعاءات للاستنطاقات إذا بحث بداية، للتحقيقات أمام قضاة التحقيق، وللجلسات إن قدر لهذه الجلسات أن تنعقد. وهذه حلقة من حلقات التحقيق قاطعها، فوجئنا في خرق صارخ للإجراءات، أنه متهم لم يمثل أمام قضاة التحقيق، لم يقع استنطاقه وتصدر في حقه بطاقة إيداع. يعني ثالث بطاقة إيداع بالسجن دون المثول أمام قاضي التحقيق، هذا يعني نفهمه منك؟ لا لا، ثالث بطاقة مثول واحد وفي بطاقتين نتيجة عن المثول. واضح جدا. هذه قضية اليوم، القضية شمشت بعد ما سمعت، وأكيد حسب ما فهمت أنه ما تمش إعلامكم يعني بالحكم، وسمعت كيف الناس الكل معناتها بالضبط. شمشت تعملوا اليوم كدفاع، لسان دفاع؟ طبعا لسان الدفاع يبقى ذو رأي استشاري، الرأي الأول والأخير للمعني الأستاذ رشد الغنوشي. شنو موقفه حسب ما تفعلوا معه بناء على بطاقات الإيداع اللي صدروا سابقا؟ شوف الأستاذ الغنوشي أنا باش نعطيك موقف الأستاذ الغنوشي وموقف الشخص. بالنسبة للأستاذ رشد الغنوشي مصر على موقفه، طالما لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة والاستقلالية القضاء هيكليا وظيفيا شخصيا، فهو مصر على موقفه ولو أبد في السجن. اثنين، بالنسبة لموقفنا كلسان دفاع، لاحظوا اللي بطاقات الإيداع تصدر بوتيرة ما يحسش بها الشعب التونسي لكن يحس بها لسان الدفاع. الملف لما يترهل ويضعف ويتبين خواؤه تصدر بطاقة إيداع ثانية في ملف آخر جديد. بالضبط لتنافي رجوع القضاة إلى ضمائرهم ورفع بطاقاتهم، أو تكون ثم بطاقة أخرى. وإلا علاش الإصرار الكل على تكثيف إصدار بطاقات الإيداع حتى إذا رفعت أحدها بقيت الثانية كما في نظام الشهادة النسائية بالنسبة لي.
فوالا معناتها هذايا رايكم كلسان دفاع في الموضوع واضح جدا. واضح قلت لي الراي الاول والاخير يقاد للمعني بالامر اللي هو احنا نقدموا له راينا القانوني رأينا القانوني ويبقى لي هو سلطة الخيار فقط. أنا حبيت نأكد على على حاجة اللي البطاقة هذه معناتها خارقة للقانون، مراه شروط إصدار بطاقات حضور المعني واستنطاقه، هو لحظر لوقع استنطاقه إذا كان بطاقة انسلينجو نجعله إيه وإذا كان يكون نافذ معناتها المعني بالأمر رزم خيارات أخرى شنو هي الخيارات؟ فسر لنا قانونيا. يقول لك اليوم القاضي أنا عندي قضية مشروع قدامي وما يحبش يحضر قدامي معناتها المعني بالأمر والمتهم في القضية هذية، شنو نعمل؟ نقعد نستناه يعني العمر كله هو رافض جدا؟ ما تقول لي يعني إذا كان اليوم عنده شروط معينة يلزم تتوفر في القضاء حتى أنه يحضر في التحقيقات هذية، يعني هو رافض مبدأ الحضور من أساسه، هل أنه القضايا تقعد كما هي عليه ما يصير فيها حتى شيء ولا شنو يصير بالضبط أستاذ؟ فسرنا قانونيا معناتها القاضي شلازم يعمل؟ هاو قانونيا نهدلت فكرة بسيطة، هي جعلت المجلة الجنائية لحماية المجتمع من المجرم، أي مجرم هاوكا المجلة الجنائية تحمي المجتمع من أي عمل إجرامي، وجعلت مجلة الإجراءات الجزائية باش تحمي المتهم من تعسف السلطة عليه. المجلة الجنائية الإجراءات الجزائية واضحة تقول اللي مش عارف اللي لا يمكن إصدار بطاقة إلا في حضور الشبهة وثم استنطاقه. قاضي التحقيق ما عندهش هذا، عنده خيارات أخرى. أنا ما نعكرش وضعية منوبي بأني ندل قاضي التحقيق شنية، أنا دوري مثلا أني نطعن قدام دائرة الاتهام أني نبطلها، ولكن راجعوا فقهاء القانون حاولوا تأخذوا آرائهم يعطوا هل أنه تصدر بطاقة بالشكل هذا؟ جميعهم يقول لكم مستحيل، ثم خيارات أخرى ينجم قاضي التحقيق يوصل باش يصدر بها بطاقة إيداع، هذيك موكولة له. هي أنه بطاقة جلد مثلا بطاقة إيداع، ما نحبوش نتلزوا انه نعطوهم الحلول، ولكن رام قاعدين يخرقوا في القانون. هذه المشكله راهو اليوم. شوف انا ارى البطاقات التي صدر في الاستاذ الغنوشي والتي ستصدر اعمارها مربوطه بثلاث حاجات، بوجود قيس سعيد في السلطه، اثنين ببقاء الدستور هذا اللي بيشبقى ببقاء قيس سعيد ويزول بزواله، ثلاثه هذه ثالث الاثاث البطاقه هذه سترفع في الحاله هذيك. شكرا لفضلك، يعطيك الصحة على جملة التفاصيل الأستاذ المحامي واختار الجماعي في خصوص قضية الجهاز السري لحركة النهضة وبطاقة إيداع بالسجن ضد رئيسها راشد الغنوشي. نحكيه على